غادي يمك تما تتموت غادي تموت في كورونا تماك يمك تتموت تخرج عندنا ما تجيش عندنا تخرج عندنا ما حاملينش دين لكم هنا الجاليه وانا دين لكم باي باي غادي يمك تموت بكورونا تما الكبره ديالكم غتبقاو على برا انا كاين غير العافيه اللي جداتو كورونا ما كاين غير العافيه العافيه والزنان الشوايه غيتشوا لدين مو في الدنيا قبل الاخيره حتى اللي غسلك ما هو كاين واللي يصلي عليك صلاه الجنازه ما هو كاين واللي يدفنك ما هو كاين احنا كلينا كنديروا القدره محله فينا الجربه مش تاد برا باقي تعاودوا تقولوا برا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخوتي اخواتاتي الله يجازيكم بخير اللي بغيت منكم هذا الفيديو ما بغيت لا لايك ولا تعليق بغيت تنشر على اوسع نطاق وسمحوا لي كاين الناس اللي كيتفرجوا ما تعرفوش كيديروا البارطاجي ولا ينشروا الفيديو غادي نشوفوا هذه الطريقه الا كنتي باغي تفرج في الفيديو ديالي كدير فيديو كتمشي لهذه اللي من التحت كتبرك عليها كيخرج لك كل شيء فين باغي تنشر الفيديو ديالي ولا تبارطاجيه الله يجزيكم بخير اليوم جيت نرد على بعض الحتالات اللي هضره جوج كلشي ولا تاهي وصل رجليه فينا القضيه بدات هذه واحد 8 شهور مع واحد الحتاله واحد الخواتيم الدوما اللي دار واحد الفيديو كيقول لك كوميدي ولكن في نفس الوقت راكم عارفين اولا نشوفوا فيديو الاعتذار ديال هاد الارنب هاد الحتاله ونحللوا الفيديو الاول اللي خرجت به تفضلوا السلام عليكم كي دايرين لاباس بخير صحه لاباس الامور هانيه انا هي المراه اللي تهز لي هذاك الفيديو وتسرب وتلانصا واش غنقول لكم هادشي اللي وقع ليا ما توقعتوش انه غيوقع نهائيا وانا كنت كنهضر في التليفون كنهضر عادي ما توقعتش هادشي غادي يوقع ليا قلت لك كانت تهضر عادي ما عرفتش هادشي غادي يوقع ليها اذا هي ما عرفاش راها هي كتكلم فيديو وما ما عرفاش راها غادي تتسجل ولا راها كتكلم فيديو مع شي شخص اخر ولا كنت قلقت الناس يسمحوا ليا انا ماشي كنشمت في الناس الجاليه المغربيه راه كلشي عائلتي انا في برا قلت لك هي ما كتشمتش في الناس الجاليه المغربيه عائلتها كلها برا تفضلوا انا غير كنهضر مع من كتهضري مع الناس كنهضر مع السيده كما كنقولوا كنهضروا مع الاصدقاء ولو ان ما بقاش الثقه كنهضر تلانصا لي داك الفيديو انا مازال ما عرفتش شكون اللي نصح لي الا نصح لي حسبي الله ونعم الوكيل فيه بعدا غير كتهضر مع الناس كتهضر مع السيده يعني هذيك مكالمه الشخص واحد اصلا هذه ماشي مكالمه هذا فيديو مسجل وبالمونتاج حتى هو طلعت والديها الفاق 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 من برا بلمكم سخ المصحيط قالت لك لونصر هالفيديو وهي ما عارفاش شكون اللي لونصر هالفيديو اصلا انت ملي هضرتي في الاول هضرتي بينتي بانك كتهضري مع واحد السيده وحده ماشي مع جروب وثانيا كنتي كتهضري مع شي وحده فيديو كيف كنعرفوا جميع بان فيديو كيبان الشخص الاخر لتحت كاينه ولا ما كايناش تخيلوا مع راسكم ان نتوما كنتو كديروا شي حاجه وصوركم شي حد تخيلوها معايا انا هادشي اللي وقع ليا راه من 3 الصباح وانا كناكل فيه في العصا راه ما اش نقول لكم الاعصاب ديالي كلهم تيتقرضوا غنمشي دابا للسبيطار درت شي بعري باش تهدنت تخيلوا معاها وقعت لكم شي حاجه بحال هكا وشي واحد تيصوركم يعني بحال شي واحد صورها
ماشي هي هزة التليفون وكتهضر، هي مسجلة الراس هذاك الشيء، نفسها مسجلاه. انا ما نويتش انني نجرح شي واحد ولا نشمت في شي واحد، انا تغدرت وتضربت في ظهري. هادشي كامل وقالت لك ما نواتش تشمت في شي واحد ولا تجرح في شي واحد، هادشي غير كله وما نواتش. زيدي يا لالا. ولا كنت ضريتكم بشي كلمه، سمحوا لي بزاف. اللي ندروك انا خصني نعتذر من العالم كامل، انا نعتذر من الجاليه المغربيه اللي في العالم كامل، ونعتذر من اهل المملكه المغربيه، ونعتذر من اهل الصحراء المغربيه، انا راه كنعتذر منكم بزاف 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 بزاف. قلت لك تعتذر سيدي من اهل المملكه المغربيه ومن اهل الصحراء المغربيه، اذا الصحراء وحدي تاع المغرب. لا راه تاع الصحراء راها مغربيه، اذا كتعتذري من المغرب كامل راه تاع الصحراء مجموعه فيه. زيدي ولدي انا مشى ما يموت لي هاد العشيه بهاد الهضره هادي وبهاد الفقيس وبهاد لي كومونتير. قالت لك ولدها كان غيمشي لها بالفقايس وبهاد لي كومونتير. يا انت ملي كنتي كتسجلي والدين والمله ها وتحرقوا وما تلقاو اللي يصليو عليكم صلاه الجنازه، وهذا ما احترمتيش نفسك ها؟ ما احترمتيش نفسك ولا بنادم غير اللي لقى شي حايبور كي قالت الوالده وبقى غاتيسجل وتيبارطاجي وتيلوح ها؟ ما كتعرفوش شنو كتقولوا ولا شنو كديروا قدام الكاميرا كتبان فيها ولا كتهضر في التليفون ولا هذا، شد لسانك عارف اش تقول، ما تبقاش غير غادي ولا عملتكم قلبكم هاد السوشيال ميديا وهاد التكنولوجيا الجديده، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. زيدي كملي. راه انا ما نويتش هاد الشيء، تصوروا راسكم مع صحابكم وداروا لكم هاد الحاله، تخيلوها تصوروا راسكم مع صحابكم وداروا لكم هاد الحاله، شكون هاد صحابكم اللي داروا لكم هاد الحاله؟ انت اللي درتي هاد الحاله لنفسك، انت اللي جالسة مجمعة لي مع راساتك مسجلة لي فيديو وتتقولي لي داروا لي هاد الحالة. كملي زيدي. تخيلوا هاد الشي اللي وقع لي أنا وقع ليكم نتوما. لا حنا ما تيوقعناش بحال هاد الشي، حنا كنشدو سنة وكنعرفو واش تنقولو، حنا ما تيوقعناش بحال هاد الشي. زيدي كملي. أنا راه ماشي شي وحدة اللي كانت شفا ولا، راه كنعيشو حنا نفس الحالة. راه دابا السبيطار مشيت ليه راه شي ما يتزاد مع شي وشي ما يحاديشي وشي ما يشوف شي. المرأة عاد فاقت اخواتي، المرأة عاد فاقت وعرفت بان كنعيشو نفس الحالة، حسبي الله ونعم الوكيل. زيدي كملي. هاد المرضى راه خرجت علينا كامل، وهاد القعدة اللي قعدنا في الدار هي اللي خلاتنا نبداو نخربقو في التليفونات. انا راه خوتي راه تغدرت وراها ما بقاتش ثقه لا في تليفون ولا في واتساب، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي دار لي هذا الشيء. هاد المرضى خرجت علينا كاملين وهاد قاعده في الدار هي اللي خلاتنا نبقاو نخربقوا، يعني انتيا فين كتكوني العام كامل؟ العام كامل انت خارجه على الدار ها؟ يعني المراه راه مولفه الدار ماشي مشكل. زيدي كملي نسمعوا. انا ما نويت ان نجرح شي واحد، راه كما قلت لكم عائلتي كلها في برا، راه ما نويت نجرح شي واحد. وكنشكر بزاف ديال الناس، راه باقي راسي دايخ مازال ما عرفت شكون. كنشكر بزاف ديال الناس اللي هضر معاهم ولدي وتصنتوا ليه مع انه عنده مسكين غير 15 سنه وانا المعيله الوحيده لهذا الولد. هذا الكلام اللي كيديروا هاد الناس وهاد الغدر اللي كيغدروا هاد الناس راه كيشردوا اسر. راه دابا المشكله ماشي عندي انا، المشكله عندي الدري صغير، اما انا اش باقي غادي ندوز في هاد الحياه كاع بالسلامه؟ اش غندوز كاع؟ اش باقي ليا ما ندير؟ راه كنشوفوا هاد الشيء اللي مورانا واللي عندنا، اما انا صافي ساليت. هي ما نواتش اخوتي تجرح شي واحد، راه عائلتها كلها برا، يعني ما احترمت لا عائلتها ولا ولاد بلادها، حسبي الله ونعم الوكيل. سير تربى يا بنت الناس، واش غادي نقول لك؟ وحنا مسامحين لك لا سامح لك الله. ارى لي الحوت على الاخرين. هذا ميساج غادي نوصلوا للناس ديال الجاليه المقيمه في اوروبا، الناس ديال فرنسا، الطاليان، بلجيكا، هولندا، قائمه طويله. كنقول لكم ما عندك ما تقولنا، ما عندك ما تقولنا، انت سير دخل لداركم،
اش كدير في هذا الليل مع داك الحجاله اللي موراك؟ ما شفناش نتوما اصلا. جد دخلتونا للمرض المغرب ما سمحوش ليكم بعدا هي الاول. ما تسمحناش حيت دخلنا لكم المرض المغرب ولا دخلنا لكم المرض المغرب؟ كي داير هاد القضيه نتوما عندكم؟ اذا هاد العالم كامل اللي مصاب دابا يعني الجاليات ديالهم هما اللي دخلوا لهم المرض. هذه فكره ناقصه، هذه فكره ناقصه. تقدر تكون 1% 2% حتى 5% ولكن تبقى الى اخر راه تقاس من حوايج اخرين. ما تنساش راه كيدخلوا عندك الالاف ديال الناس لا في المطارات ولا في الموانئ ولا في الطرقات، الناس داخله خارجه من برا. ماشي غير الجاليه ولا حتى دابا زيد كمل يا الحتل انت ولا داك الحتل اللي موراك. كتقولوا بان حنا ان الوطن ديالنا تخلى علينا وسد علينا الحدود، نتوما خصكم اصلا بقاو تما تموتوا. الوطن ما تخلى حتى على شي واحد، هذه اجراءات كتدار، هذه ضروري من هذه الاجراءات. اغلق الحدود باش ما كاين اللي يدخل ولا اللي يخرج، باش اللي فيه شي حاجه غتبقى فيه. كمل يا الحتل. نتوما كتدخلوا الزباب للمغرب، ما كانت الزباله كتجيبوها للمغرب تدخلوها تبيعوها لخوتكم وتبيعها لهم بالثمن. كيدخلوا غير الزباب للمغرب، عندك الحق. واللي بحالك تيمشيو تيتهاتفوا على داك الزبال. اللي بحالك هما اللي خلاو الناس يدخلوا داك الزبل حيت تيتهاتفوا على داك الزبل وتيشريوه بالفلوس. الحوتالة كمل. كابرين في الفقر وعشتوا في الفقر وغتبقاو في الفقر. سمعتيني، خاصك تبقى تما تتموت، تبقى في الطاليان تتموت، فهمتي؟ عمار بيد الله، فهمتي؟ حتى واحد ما عارف فين غيموت، وانت هذاك إلا في الطاليان راه كاينة الرعاية يا ولدي، لا من السبيطارات ولا من ما نبقاوش نخربقوا في هذا. واش دابا عاد فطر لك طموش بحالك؟ أنا ما تنقصدش جميع المغاربة الأحرار، كنقصد بحالك اللي ماشي مغاربة أحرار. يا الحتلات ديال هاد الوقت، يا اللي بحالك خلاو هاد الوقت هكا دايرة، بحالك خلاو هاد الزمان هكا داير. كمل يا الحتلة. وي اخويا جواد. خو جواد، كمل اخو جواد، شكون انت ما بيناش بعدا ضر الضو ولا دير شي حاجة ولا، زيد خو جواد. بعدا سمحوا لي قال له شكون شهد لك الديب؟ راكم عارفينه. شتي يديروا هاد الجوج في تالي الليل في هاد الوقت ديال الحجر الصحي اصلا؟ خليهم يسمعوا صاحب واش غادي يقول. اوروبا الناس اللي كتعيش في اوروبا في اسبانيول طاليان، المهم كاع الناس اللي كتعيش خارج ارض الوطن كيقول لك حق ما حق بلادنا سدت علينا بلادنا دارت علينا. خويا انت شكيتي كتهين المغرب، كتعرف المغرب انا خدام 100 اورو خدام 70 اورو خدام بادي خدام ديك، وفين هادي 70 اورو فين داكشي؟ اش كاين امك واحد في خبزه تماك في اوروبا؟ ما واحدش امو في خبزه في اوروبا، انت اللي واحد. انا حشومه نقول لك امك كل هذا، فهمتي؟ ادبي ما تيسمحليش وتربيتي باش نهدر عايش بخبزه. شوف انت باش غتعيش هنا، راه ما مشاش خدم ولا هذاك اللي في الطاليان ما مشاش خدم وغاتوصلوا الخبزه ديالو حتى لباب دارو. هم همك انت اصاحبي، هم همك انت الى مرضتي. ما كان لا كورونا ولا والو كيدخل، قلت لك الانسان صحيح تيخرج ميت، هادشي اللي كاين. كمل يا الحتاله. نظم صاحبي الدين تما كيتخاطف اخويا على كتقول انتم حنايا كندخلوا. اش كتدخل صاحبي؟ اش كتدخل صاحبي؟ راه كتدخل العمله الصعبه، كتدخلها كتدخلها تبني المستقبل ديال ولادك وبناتك، كتجدر في مشاريع راسك. اش كتدخل لي انا؟ اش كنستافد منك؟ من بغيت يبني هذا المستقبل؟ بغيت يبني لك بحالك الحتاله ولا شنو؟ راه من الطبيعي الانسان تيبني مستقبله ليه ولولادو ماشي ليك. راه ما تنساش راه مغرب وينو في الربعه الصباح والخمسه الصباح والثلج وهذه وهذا، راه الله يحسن العوان. شتي انت بحالك في هذا الوقت وكنلقى كيجي هنا يجي لهنا. شتي ما تنساش الناس باعت براطم وجات لهنا، الناس باعت هونطات وجات لهنا، الناس باعت طاكسيات وجات لهنا، الناس حرقات ما خلات مساكن تحت الكاميو فوق الكاميو. الناس شنقول لك ما غنهضرش، راه كلشي معروف. ولكن بحالك يا الحتاله هذا دليل على حقدكم وحسدكم.
ما كتنساش بان مغروف مضروبين بها كل العالم كامل، هذه ماشي وقت هذا الشيء، ولكن بحالك خاصهم يترباو. زيد كمل يا الحتاله. اش كتجيب الباكيه ديال البومبو؟ بقى دير امك تما تشرب الباكيه ديال البومبو وقهوه. شنو بغيتي يجيب لك؟ ها هذاك بوبون قهوه، هذاك حاجه رسميه، راه ما يمكنش انت عندك عائله شحال قدك ما تجيب. انت جيب انت برا كله، انت يا جرم موراك شي طوموبيله، ولكن هذوك يا ابو زبال هذوك كيتسماو هدايا تعبيريه، يعني شي حاجه خفيفه على قد الحال، غير الزياره كي كنقولوا يا الحلوف يا الطماع. زيد كمل يا الحتاله. وكتجيب قهوه؟ انا عندي كاس الرموك. ومين تكسب الرموك انت يا سير؟ خليك جالس انت مازال عاد خارج من القهوه. ها سير طلع، صبحنا على الساعه 12 وحده الصباح وهبط للقهوه. انت عندي رموك، ترى ما عندكش انت تاك الروسه بالدلور مات. كمل يا الحتاله. غادي امك تما تموت، غادي تموت بكورونا تماك. دير امك تما تخرج عندنا، ما تجيش عندنا، تخرج عندنا ما حاملينش دين لكم انا جاليه، وانا دير امكم العافيه. باي باي. غادي امك تموت بكورونا تما، كنطلبوا من جلاله الملك بقى السي عندنا دير امكم الهدود. ما تدخلوش دين امكم يحاصروكم تموتوا تما. ياك مروكو. وحنا كنطلبوا من جلاله الملك والسلطات المحليه باش يتاخذوا معكم جميع الاجراءات، وان شاء الله غادي توصلكم نوبتكم. انتم جايين وفي هذا الوقت اش غادي نقول لك؟ اش غادي نقول لك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وانت يا الحتله يا الدمى يا لالهم مولاتهم ولا فاطمه الهاويل، انت ما يشرفنيش نشرك على قناتي ولا نشوف تافيك، ولكن غندير لك غير الشوها، واللي تابعك حتى هو شوها، واللي تدعمك حتى هو شوها. ها مني ولينا ندعمو بحال هاد الزبل هذا، المخناتين الخواتين، شهد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل. ولكن كنطالب تاخذ فيكم الإجراءات إن شاء الله، وغاتمشيو للحبس إن شاء الله، غاتمشيو للحبس إن شاء الله. خوتي خواتاتي الله يجازيكم بخير، هاد الفيديو بغيتو تنشر على اوسع نطاق، جزاكم الله خيرا، نشروا خويا على الواتساب فيسبوك اي حاجه، انشر ماشي مشكل. اش غادي نقول لكم؟ ما وقيلات ما بقى لي ما نقول، غادي نخليكم استودعكم الله في رعايته، والسلام عليكم حتى الموضوع ولا الفلوق ولا الرد الجاي. تشوس.